عايز بس معاك كابتن اسلام في مكاسب بقى الاهلي من اللي حصل. يعني الاهلي الناس شايفه ان الموضوع انت كسبت الماتش وخدت 3 بونت، ده من ضمن المكاسب، لكن انت عندك مكاسب كتيره جدا حققتها بفوزك بالمباراه بدون حتى ما تلعب. منها زياده الاطمئنان على لعيب مهم جدا عندك زي وسام ابو علي. منها فتره الراحه بتزيد للعيبه، اللعيبه بتاخد نفسها بعد ضغطه الماتشات. كنا مشفقين عليهم انهم هيلعبوا عدد ماتشات كبير جدا في 28 يوم او 29 يوم. منها ان انت بتكسب ماتش يعني من الماتشات اللي كنت يعني عامل لها حساب، ناس زمالك نادي كبير طبعًا. وماتش قمه طبعًا. وديربي بقى ليه حسابات خاصه، فبتكسب مباراه زي كده. فمكاسب كتيره كابتن اسلام انت حققتها بالقرارات اللي طلعت، او فوز النادي الاهلي يعتبر او احتسابه فائزا بمباراه الزمالك بالامس بالغد 2-0. ده اللي قال ليه وضع يعني تغييب الزمالك لنفسه او انسحابه، وبالتالي بقى في الحاجات اللي انت قلتها ابو علي. لكن المؤكد ان النادي الاهلي كان زي ما انا وحضرتك كابتن اسلام طبعا رسميا من قناه الاهلي اكد ان الفريق يعمل على مدار الساعه في المعسكر، الفريق جاهز عايز يلعب عايز يفرح جمهوره كالعاده يعني. لكن في النهايه فعلا سبحان الله وكانها جاءت يعني، لان اللعيبه فعلا اكتر لعيبه في القاره كلها ملاش نروح في العالم انهكت هي صحيح. نجوم النادي الاهلي بالاضافه لغيابات دي من المكاسب بسبب اصابات او كذا، فانت الناس بتاخد نفسها. يبدو ان ده كمان من حسن الطالع انه يعني بتاخد على قد نواياك يعني. في حاجه بس يا كابتن لازم نطمن الناس ليها، انه البيان في حين تصديره كاتب الاعتذار الزمالك ولا اعتذار وحاجه تانية لظروف قهريه الجمهور، واحنا جايين نقابل حضرتك الجمهور الان لا تكون دي تكئه تؤخذ في الاعتبار. لازم نطمنهم واكيد حضرتك معايا طبعا انه الاداره في النادي الاهلي يا جماعه ما ينفعش يعني يكون معاها حاجات من النوع ده. الاداره في النادي الاهلي لدي الان المخاطبه الرسميه اللي فيها لقد فزت كذا كذا بهدفين وثلاث نقاط وكذا. قد يكون بقى البعض بيرى انه كان لازم تبقى مش موقعه بالمدير الاداري للرابطه، موقعه من المجلس. ما تخافش الاهلي بس تتفحص الورقه التي وصلته، لكن البدايه بتاعتها كانت انه مكتوب فيها الفوز وكذا، وبالتالي اعتقد ان انت اطمئن دي ما تعديش ابدا في النادي الاهلي. لان ده يعني عايز اقول لحضرتك كابتن يعني عشرات ربما مئات يعني ما بين رسائل وما بين واحنا مارين كده لغايه ما وصلنا المدينه، والكل بيقول يا جماعه هو ليه مكتوب كده مش مكتوب يعني مصطلح انسحاب رسمي نظمي فهمي كده. وبالتالي تاني وتالت وحضرتك قبل الكل اكيد بتطمن جمهور النادي الاهلي ان الاداره جاهزه دايما لكل حقوق النادي الاهلي يا جماعه، ما تقلقوش خالص 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 يعني.